وفق آخر إحصائي أستاذ نجم لوزارة العدل هنالك ما يقارب 20,000 محكوم بقضايا الإرهاب منذ 2005 يمكن إلى حد اليوم. أي هنالك ناس محكومين بالإعدام كانت التهمة مالتهم بال2007 و8 هي مقاتلة القوات الأمريكية وقوات الاحتلال وحكموا بالإعدام. طيب هذول اللي حكموا قبل مرحلة داعش، ليش التعديل مال القانون الجديد ما شملهم ورجع بأثر رجعي؟ هذول مقاومين، وانت الكثير منهم شيعة التيار الصدري الفصائل السنية، الآن اكو آلاف منهم حكموا بالإعدام نتيجة لمقاومتهم قوى الاحتلال. طيب هذول انت استثنيتهم من هذا التعديل، وهذا السطر اللي جبته من جديد ضرب عرضا قرارات محكمة التمييز الاتحادية. تقدر تقول لي هذا الكذب على الناس وأن تخلي الناس تتأمل أن هنالك قانون عفو عام؟ بالمناسبة النواب السنة دا يضحكون على السنة، والنواب الشيعة دا يضحكون على الشيعة، لا راح يطلع شيعي متهم بالإرهاب ولا راح يطلع سني، فالقضية هي عبارة يعني عن كذب في كذب ومزايدات سؤال سياسية. سؤال آخر دكتور محمد، بمعنى أنا فهمت من كلامك أو أستنتج من كلامك شيء خطير، أنه الآن مجلس النواب يمارس دكتاتورية خطيرة على مجلس القضاء وعلى المحكمة الاتحادية، هيك أفهم؟ لا، هو يقدر مو يمارس، هو يستطيع أن يعدل التشريعات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، لكنه لا يستطيع أن يلغي قرار المحكمة الاتحادية. ما أنت تقول الكبيرة اللي وقعت ما أنت تقول تجاوز على قرارات المحكمة الاتحادية، هذا أولا. الشيء الثاني إذا اسمح لي أستاذ نجم، بس اسمح لي خلي أوضح هاي، خلي أوضح هاي. هاي النقطة مهمة جدا. أي نائب غيور سواء شيعي أو سني يستطيع أن يطعن بهذا السطر اللي دزته الحكومة أمام المحكمة الاتحادية، لأن لا الحكومة ولا مجلس النواب استعانوا بالسلطة القضائية من أجل تعديل هذا القانون، وهذا القانون يمكن رفضه مباشرة من خلال المحكمة الاتحادية، لأن مجلس القضاء ما كان شريع. احنا اليوم تشرفنا بلقائكم حتى نقدم هذه الفرشة للبرلمان وللقضاء والحكومة.